السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عايزين القط دوت لما اضغط بالماوس الحجم بتاعه يكبر. طيب اول حاجة نعملها ان احنا نحدد الايفنت اللي احنا عايزينه، وليكن مثلا ان انا ادوس على العلم الاخضر دوت، وبعد كده هقول له forever، تمام، واقول له ان احنا عايزين نظبط السايز، تمام. دي ممكن نستخدمها size to 100%، وهنختار برضو ممكن نيجي هنا نحط دي في الاول ان انا هخلي الحجم بتاعه 100%، وعايز اقول له بقى لما الحد يدوس على الماوس، فنزل هنا واقول له اف الماوس كيبورد ماوس داون، حد داس على الماوس، تمام، تشينج سايز باي 10. طيب خلينا نشغل اهو، دوست بالماوس، مجرد كل ما تدوس دوسه بيكبر حجم اهو. بعد كده ممكن اقول له جو تو الاكس والواي بالشكل دوت، وعايز بدله الاكس والواي، ده الماوس اكس، تمام، وممكن احط له الماوس واي برضو. يبقى انت طول ما انت ماشي بالشكل ده. طيب خلينا نقول له شينج داس تو ماينس 10، يبقى لما بدوس بيصغر بالشكل دوت، تمام. طيب ممكن نكبره ادي الشكل بيمشي مع الماوس، لان انا قلت له جو تو اكس ماوس اكس والواي ماوس واي، فيبدا يمشي معايا بالشكل دوت.